نادت بعلو صوتها وقالت يا صلاح. أول ما سمعها استجاب وقال لها نعم. هنا ردت عليه البنت بكل ود وقالت له عامل إيه يا حبيبي؟ مين هي البنت اللي كلمت محمد صلاح كده؟ وإيه يا ترى تعليق أم مكة عليها دلوقتي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. واحد من أكتر المواقف اللي هيتم التعليق عليها اليومين دول هو موقف طريف لمحمد صلاح مع بنت داخل الاستاد. البنت انتهزت فرصة تواجد محمد صلاح مع باقي لاعبي المنتخب في التدريبات وعملت اللي كان نفسها تعمله من زمان. البنت بعلو صوتها نادت على محمد صلاح وطلبت تطمن على حالته الصحية ولياقته البدنية. حابة تعرف إن كان محمد صلاح هيعرف يلعب بشكل كويس مع المنتخب الفترة اللي جاية ولا لأ. صلاح لاعب مهم في الفريق وان كان في حالته الصحية والذهنية كويس فهو اكيد هيجيب الفوز للمنتخب. اللطيف وهو طريقة كلام البنت مع محمد صلاح وطريقة رده هو كمان عليها. البنت سألت محمد صلاح بكل ود قالت له عامل ايه يا حبيبي وهو رد عليها انه الحمد لله بخير. الفكرة بقى في رد فعل باقي زملاء محمد صلاح في الفرقة. زملاء صلاح بلا استثناء كلهم ضحكوا على اللي حصل معاه ووصل الضحك على الموقف لحد ما انشغلوا في التدريبات. السؤال دلوقتي تتوقع ايه رد فعل ام مكة لما تشوف الموقف ده؟ هنتظر اجابتكم في التعليقات.